أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا يا شيخ بس اقرأ السؤال. هذا سائل يسأل يقول: هل يكون معذرة للعلماء في أخطائهم العقدية أم غير العقدية؟ قبل شوي وش قرينا؟ قبل شوي وش قلنا؟ الشيخ الإسلام ما قال في العقيدة؟ في العقيدة أيضا. أما في غير العقيدة ده إلا أنه الأصل. ليش؟ ليش؟ لماذا الناس تقف عند العقيدة وتفرق بين العقيدة وغيرها في هذا الباب؟ لأن أخوان الأصل في باب الفقه وباب العلم، باب العبادات وباب الطاعات الأخرى وباب الحلال والحرام، الأصل التعدد، لأن الأدلة مختلفة وأدلة كثيرة. لكن الاعتقاد، ليش الناس تشد في باب الاعتقاد؟ لأن الأصل في العقيدة أنها واحدة. ما عندنا عقيدتين عن السلف أبداً يا أخوان، وما عندنا اختلاف بين الصحابة والسلف في مسائل الاعتقاد، لذلك تشنع. لكن حتى لو كان هذا الخطأ في الاعتقاد من باب الاجتهاد، من باب عدم معرفة النص، من باب الخطأ في تفسير النص، يعذر يا أخوان لا شك، إذا كانت أصوله سلفية. قال الإمام النووي وقال الإمام ابن حجر، يقولون النووي أشعري، يقولون ابن حجر أشعري. والله يا أخوان تعال بالتتبع كما يقولون، يعني المسألة تظهر. ابن حجر ليس في مكان قال عن نفسه أنه إيش؟ أشعري. النووي ليس في مكان قط قال عن نفسه أنه إيش؟ أشعري. إذن كيف تقول عنه أشعري؟ تعال بالتتبع والاستقراء، تعال اقرأ فتح الباري من أوله إلى آخره، تعال عند المواطن اللي هي مضان هذه الأمور، شوف ماذا يقرر ابن حجر العسقلاني رحمه الله. والله يا أخوان يقرر الأصول السلفية. وأنا لعلي قبل أيام، ما أدري هنا ولا في هذه الغرفة كان، ما أدري وين، ها قلنا لكم حتى تعرف الأصول السلفية. المسألة سهلة، يعني ربما يجي واحد يقول طيب أنا الآن كيف أعرف إنه هذا العالم أصوله سلفية ولا هذا العالم أصوله بدعية؟ يا شيخ المحجة واضحة، ها تركتكم على ليلها كنهارها. والله يا شيخ تركنا ما يمكن، هذه الأمور ما تخفى، هذه الأمور غاية في الوضوح والبيان والظهور والإعلان أبدا. قال تبي تعرف العالم إن كان أصوله سلفية ولا أصوله خلفية؟ قال نعم. قال بدأ يشوف ثلاثة مسائل من حيث الإجمال. إذا جاءت مسألة نقل وعقل، ماذا يقدم ماذا يؤخر؟ احنا عندنا سلف تقديم النقل تقديما مطلقا، وإيقاف العقل. يقول الشيخ حماد السويتش هذا يرفعه فوق. شفت الكهرباء تنزلها عشان تولع ولا لا؟ وإذا بغيت تطفيها قال سويتش العقل ارفعه فوق دائما. إذا جاء في مسائل الاعتقاد لا عقل. والشوكاني من زمان قالها رحمه الله في باب الاعتقاد: إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. في المسائل الاعتقادية يستعملون العقل ولا فقط الاعتماد على النقل؟ إذا شفته يحاول أنه يدخل العقل حطه هناك وحط عليه دائرة. أما إذا كان لا يقدم إلا النقل فهذا هو، هذا أقول نجح في الامتحان الأول، نجح. من لوازم تقديم النقل أنه لا يفرق بين قال الله وقال رسول الله. عنده قال الله وقال رسول الله بمنزلة واحدة، عنده خبر الآحاد وخبر التواتر بمنزلة واحدة. أما إذا جاء يتفلسف، لا خبر الآحاد يفيد الظن، خبر الآحاد ما يؤخذ في العقيدة، ما نقدر نعتمد على خبر آحاد، يا أخي واحد يمكن يخطئ، لا لا لا،
هذا كله حطه في الدائرة هذيك، ما هو بسلف أبدا. والله السلف ما فرقوا بين قال الله وقال، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا. نجيب العقل، أعوذ بالله. الثالث لا يؤول، استوى استوى، ما عنده استوى يعني يد الله، يعني ما عنده النعمة، لا لا لا، ما في تأويل، تأويل ما في. إذا أول في باب الاعتقاد فهذا خلفي ما هو بسلفي. ثلاثة كلمات يا عبد الله، ثلاثة كلمات فقط، توقيف تقديم النقل مطلقا وإبطال العقل مطلقا في باب الاعتقاد، العقل فقط في فهم النص بس، أكثر لا، وفهم النص على ظاهره على مقتضى كلام العرب كلهم، لا يخالف العرب في شيء أبدا، ولا يفرق بين النص والنص، ولا يؤول، يجريها على ظاهرها، هذا هو السلف. تعال في العقل والنقل، والله في مواضع، وبإذن الله أن يسر الله وأمد في العمر أبطلع هذه الأشياء كلها جاهزة عندي عن ابن حجر. ابن حجر في كل موضع من هذه المواضع يدعو إلى تقديم النقل. ابن حجر ينتصر لخبر الآحاد انتصاراً مطلقاً، لا يفرق بين هذا وذاك. ابن حجر أجرى معظم النصوص على ظاهرها، في بعض النصوص أول موافقة لشيوخه، هذا الخطأ. ما عنده خطأ في العقل والنقل، ما عنده خطأ في الآحاد وغير الآحاد، أخطاؤه وين؟ في بعض مسائل التأويل يا شيخ، وهذه موافقة لشيوخه، ما بلغه الحق، انتهى يا أخوان. نقول إشعري والله جريمة يا أخوان، جريمة. أما النووي فالنووي أوضح في سلفيته من ابن حجر يا شيخ، والله أوضح. شوفوا في شرح مسلم كيف يشرح الأحاديث، كيف يتعامل مع خبر الآحاد، كيف يتعامل في أمور الاعتقاد والعقل، كيف يتعامل مع التأويل. عنده أخطاء، ما نقول ما عنده أخطاء، لكن هذا كلام الذهبي رحمه الله، والله مهما زل كل وكل زللهم في باب واحد وهو باب التأويل، موافقة للشيوخ، لأنهم ما سمعوا شرحا وتفسيرا من مشايخ سلفيين، ما عندهم، شيوخهم كلهم كانوا من أهل التأويل. يعذر يا أخوان، بل النووي له رسالة أنه رجع إلى مذهب السلف ويدعو إلى الرجوع لمذهب السلف ويعود إلى هذا كله، لكن سبحان الله ما يبون، ما يبون، يبون إلا النووي شنو؟ أشعري. حرام، جريمة، نعم جريمة. وبعدين الآن هم ايش يقولون؟ هم ليش يجيبون النووي ويجيبون ابن حجر؟ ومن اللي بدأ بأنه يجيب ابن النووي وابن حجر؟ لما قلنا لهم شيخكم أخطأ، سيد قطب أخطأ، حسن البنا أخطأ، قال يا أخي النووي أخطأ. يا لا إله إلا الله، يبي يخلي شيخه هذا اللي ما يعرف السلفية، بل يقول دعوتنا سنية سلفية مدري شنو صوفية، ما خلى شيء إلا جابه يا شيخ، يبي يخلي هذا مثل النووي، جريمة، أو مثل ابن حجر. لا يا شيخ، فرق عظيم. بل وأسوأ من هذا، بعضهم وش يسوي؟ يقول حتى لو أخطأ شيخنا، بعض الصحابة أخطأوا، أما هذا فما، هذا قليل حياء وهذا قليل أدب، والله يا أخوان، يعني يمثل بأخطائه وأخطاء شيوخه بأخطاء أعوذ بالله، لأن أخطاء الصحابة عندنا في باب اعتقاد من عقائدنا أنه أخطاء الصحابة نسكت عنها، ما نذكرها، ذكر ما نذكرها، قول ما نقوله، صح نقرأ الآيات لكن نستغفر للصحابة. لذلك لابد دائما تدعو لنفسك وتدعو لمن؟ ربنا اغفر لنا ولإخوان صحابة، لابد، هذا هو الدين. أما تخطي
وتقول ما في باس ان اخطيت، ترى الصحابه اخطا، اعوذ بالله، هذه قله حياء وسوء اعتقاد، سوء منهج، وسوء عاقبه باذن الله. ما يمكن الا وسيعاقبه الله عز وجل بعاقبه سيئه، لانه جعل الصحابه عرضه لاخطاء نفسه او شيخه والعياذ بالله. لا لا، ما هذه منزله الصحابه يا اخوان، ابدا ما هذه منزله الصحابه فوق هناك. تروح انت تحتج باخطائك على اخطاء الصحابه والعياذ بالله، اعوذ بالله، هذه جريمه. فلذلك نتنبه يا اخوان، والله ما نستطيع ان نقول، وظالم لنفسه من قال عن ابن حجر انه اشعري او عن النووي انه اشعري، هذا ظالم لنفسه بحسب الاستقراء والنصوص. ونسال الله ان يوفقنا واياكم.